البيان ما يبين عن شيء، وعلمه البيان نوعان. يقول أهل العلم البيان نوعان: بيان تبديه وبيان تتلقاه. البيان الذي تبديه هو ما تتكلم به أنت، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يقول فرعون عن موسى عليه الصلاة والسلام: لا يكاد يبين. والعرب تقول: نحن أهل البيان، يعني أهل اللغة، كلامنا واضح فصيح دقيق وما شابه ذلك من الأمور. فالبيان ما تعرب به عن نفسك، ما تريد أن تقول، فهذا يقال له البيان. وبعض الناس عنده بيان قوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فبعض الناس عنده من البيان الشيء العظيم الذي يسحر ألباب الناس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة، يسحر بيان، يسحر يذهب بالألباب. إن من البيان لسحرة، هذا هو البيان. الله تبارك هو الذي من على الإنسان بهذا، يعرب عما ما في نفسه. تصور لو أن الإنسان أبكم لا يتكلم، أو عيي لا يستطيع أن يبين ما يريد، يتعب جدا. بينما شوف أنت لما تسافر بلد لا تعرف لغة أهلها، شو يصير فيك؟ كيف تتعب؟ شون يفهمون؟ شو أقول لهم؟ كذا كذا، تبي توصل لهم المعلومة مو قادرين يفهمون، ولا أنت قادر تفهمهم، تتعب. الله سبحانه علمك البيان، تبين عما تريد، علمه البيان. والبيان كذلك فهمك لغيرك وسمعك له، تسمع، أعطاك أذنا تسمع بها، وإدراكا تفهم به مراد الناس، فحتى يعيش الناس كذلك، يتبايعون يتفاهمون، تقول ما تريد وأقول ما أريد، تفهمني أفهمك، نعيش عيشة طيبة. لك تصور مجتمع ما حد يفهم الثاني ولا حد يكلم الثاني، لغة الإشارة لا، وإنما بيان، علمه البيان.